مرحبا، معكم إيهاب حسون من جامعة المنار بطرابلس. اليوم رح نحكي عن سيارة ديزاين اللي هو دايبول أو هيلف ويف لينكس دايبول مع ريفلكتور. مثل ما انتم شايفين قدامنا على الصورة، هذا هو الهيلف ويف لينكس دايبول، هذا الريفلكتور. ورح نفتح سي اس تي ونعمله ديزاين ونشوف شو فائدة الريفلكتور وشو غير فيه بالراديشن وغيره. نفتح سي اس تي، نعمل هاي أول صفحة تبين عنا، نعمل كرييت بروجكت، رح نلاقي مايكروويف ار اف انتنا نكست، رح نلاقي واير لان بدل هول نوع من الواير، رح نلاقي تايم دومين يونتس رح اتركهم مثل ما هن، رح اشتغل من 2 جيجا هرتز ل 3 جيجا هرتز اي فيلد اتش فيلد 4 فيلد نكست. هاي الانفايرمنت فينيش، هو عم يعمل لها الكالكوليشن. ليش نقيت من 2 ل 3 جيجا هرتز للفريكونسي؟ لانه نحن مثل الفيديو اللي قبل رح نشتغل على الفريكونسي 2.5 جيجا هرتز، ف عامل انا كالكوليشن لللامدا وحافظها. رح احفظ 5 مشان يظبط لي الصوره. رح فوت على الفيو اللي ببدي الباوندينج بوكس، لعرف هون مثل ما اتفقنا بنعرف دغري الباراميتر ليست اللي بدي هون. انا بدي اللامدا، قلنا نحن الفريكونسي بدنا اياها 2.5 واللامدا هي سي اوفر اف، بتلاقي خش 119.92 هي اللامدا. الراديوس البدي اياه هو لامدا اوفر 1000، وانا رح نقي هلا الجاب، رح نقيها 2 فور اكزامبل 2 مليمتر. فخلينا نبلش هلا الديزاين. فوت على الموديلينج، نقي سيركلر سايلندر سكيب، بيخلق عندي البوكسز. حتركو هلا سوليد 1 لانه بدي غير اسمهم بعدين بنشوف كيف. الاورينتيشن بديها على الزد، الاوتر راديوس لاعتبره هو الار، عندك الزد مين اللي حاعتبره انا مبلش من الجاب ووصل للزد ماكس يلي هي لامدا اوفر 4. وبالفاكيوم انا رح نقي الباك بيرفكت الكتريك كونتاكتور، او رح نترك فاكيوم. رح لكم طريقه ثانيه بركه واحد نسى وغلط بالكومبوننت، فرح نقي اوكي. هلا خلق عندي اول مونوبول. هلا فوت على الفيو بعملها روتيت، شوف هذا هو المونوبول. طيب كيف هلا بدنا نخلق المونوبول الثاني، او بالاحرى كيف اول شيء بدي غير انا الماتيريال اللي هي فاكيوم اعملها باك. لاحظ هون في ماتيريال اسمها باك، بفس علي انا هيك بسحبها لعند الباك، صارت الماتيريال اللي معي هي باك بيرفكت الكتريك كوندكتور. طيب لو هالماتيريال مش موجوده هون، انا فيني اعمل رايت كليك، فيني هون تشينج ماتيريال ونقي الماتيريال اللي بدي اياها. اوكي طيب خلينا هلا نرسم المونوبول الثاني. كنا بالقبل نفوت لهون على الموديلينج، نعمل سايلندر سيركلر سايلندر ونرسمه. طيب في طريقه غير، انا فيني افس هون على الكومبوننت، فوت على الترانسفورم او رايت كليك ترانسفورم، خلق عندي هاي الصفحه. ترانسليت انا اذا بدي حركه، سكيل اذا بدي كبر او صغر حجمه، روتيت بدي حرك روتيشن، ميرور انا بدي اعمل ميرور. شو هو بدي اعمل كوبي عنه؟ ليش؟ لحافظ على الشغل الشكل القديم واعمل شكل جديد. طيب هون في 001، انا كيف بدي اياه الميرور؟ بدي اياه على الزد دايركشن، فبحط عند الزد 1، والسنتر هو 000 لاني انا مشيت جاب جاب، فبيمشي الحال. هون 1 بقول له بريفيو اوكي، خلص الشكل هذا هو. طيب خلينا هلا نكبر الصوره هون اكثر، خليني اشيل الوركينج بلين، خلينا نغذي هالانتين ونشوف الريزلت تاعته، ومن بعدها نحط الريفلكتر ونشوف الريزلت الجديده. بيك بوينت بيك سيركل سنتر، نفس عليها مرتين، علم لي بي 1، قال لي 002 هي الجاب يعني. بس بيك سيركلر سنتر رح يطلع ماينس 2، او بالاحرى طلع مجموع ماينس 4 هي ماينس 2. فبنلاحظ هذا الميرور ميرور 100% صح على 000. فبنفس هلا ديسكريت بورت هو لحاله رح يوصل بي 1 وبي 2. الامبيدنس رح اتركها 50 اوم اوكي. رح اقول له ستارت سيميوليشن سيت اب سولفر، الاكيورسي ماينس 13 دي بي ونورماليز على 50 اوم. قال له ستارت ورح ننطر شوية وقت ليعمل السيميوليشن. اذا بنلاحظ قال لي السيميوليشن فينيشت سكسسفلي،
واعطاني ولا ايرور. فبنفوت على ال 1 دي نشوف الاس باراميتر، نلاحظ انه هي منعت 2.5. اذا انا بدي كبر الفريكونسي بصغر اللامدا. فهلا بعد شوي رح نضرب الفاكتور. خلينا اول شيء نشوف الفار فيلد راديشن. هلا اعمل له ريزت فيو، بنلاحظ الراديشن هي 2.22. اذا انا هلا بحركها، لا بعمل فيو روتيت او من تحت في هون كمان حركها، بنلاحظ انه هو اومني دايركشن هلا على الاكس وعلى الماينس اكس، على الواي وعلى الماينس واي اومني دايركشن، والدايركتيفيتي هي 2.2. فخلينا هلا نعمل الريفلكتر، نسمي هذا الانتين نعمل له شيفت اول شيء، نفس على ثاني واحد نعمل له موديلينج بوليان اد، صاروا هلا انتين واحد. اوكي الغي الريزلت القديمه صرتوا هلا انتين، فخلينا نسميك رينيم، نسميك هيل ويف لينكس دايبول. اوكي صار عندي هلا الانتين واحد اللي هو هيل ويف لينكس دايبول. خلينا نعمل ريزلت فيو، بالفيو رجع الوركينج بلين لارجيكم هلا كيف انا عم بشتغل، كيف عم بمشي بالانتن. اوكي خلينا هلا نرسم الريفلكتر وبعدها نغير هون باراميتر بس مشان نقرب الفريكونسي. بالباراميتر انا بدي ارسم الريفلكتر، رح نقي السيركلر سايلندر مره ثانيه واعمل سكيب ليطلع لي البوكسز، سكيب رح سميه ريفلكتر وعلى الـ Z Direction الـ Outer Radius رح اترك مثل ما هو R، الـ X Center طيب انا بدي اياه على الـ Positive X قديش؟ رح له Lambda over 4. ليش Lambda over 4؟ ليعمل لي Total Reflection. اوكي والـ Z Mean لعلى minus Lambda over 4 minus الـ Gap، وكمان رح له Lambda over 4 بلس الجاب. ليش انا عملت هيك؟ لانه دائما الريفلكتر بيكون اكبر من الدايبول بشكل كثير صغيره، فانا قلت له زد لي 2 ملم. والكومبوننت ماتيريال اللي حنقيه باك بيرفكت الكتريك كوندكتور، نعمل بريفيو نلاحظ هذا هو. وهون بس بدي اغير اضرب اللامدا بفاكتور صغير بس مشان خليها تصير تقريبا على 2.5 جيجا هرتز. اوكي خلينا نعمل سيميليشن ستارت سيرفر، الاكيورسي حتبقى مثل ما هي. قال لي بده ابديت، طالما ابديت الباراميتر مثل ما قلنا F7 اعمل لي ابديت للباراميتر. هلا بقدر ست اب سولف، قال له ستارت، هلا رح يعمل لي السيميليشن. مثل ما لاحظنا قال لي فينيش سكسسفلي السيميليشن، انا غيرت بس الفاكتور تبع اللامدا بدل 0.94 عملته 0.89 عشان يكون اكزاكتلي على 2.5 جيجا هرتز. بنلاحظ هذا الهالف ويف لينكس دايبول هون عم بزيكا فيد لاين، ونلاحظ انه وراه هو الريفلكتور. اوكي فخلينا نشوف الاس باراميتر، بنلاحظ انه هي كمان تحت الماينس 10 دي بي، حطها هي على الماينس 10 قرب لهون. يوصل الماينس 23 دي بي. مثل ما قلنا الماينس 10 دي بي معتمدة اجمالا بكل الابلكيشن تبعون الانتنا. ليش؟ انه انا بعتت 90% من الباور تافي راديتد. اوكي فهون الباندوث هي من 2.4 ل 2.6 جيجا هرتز. فهلا اذا بننزل على الراديشن وبنلاحظ فائدته، للرفلكتر الفيو انا عمل له روتيت. اوكي اذا بنلاحظ الدايركتيفيتي صارت 6.38، واذا بنلاحظ شيء ثاني انه الدايركتيفيتي هي بالماينس اكس، بنلاحظ اذا بالبلس اكس هي زيرو. فشو عمل لي الريفلكتر؟ الريفلكتر مثل ما شفناه قبل موجود بالبوزيتيف اكس، فالتوتال راديشن كانت مقسومه من هاي الجهه ومن هاي الجهه، بلس اكس وماينس اكس.
فاللي اجى على البلس اكس ضرب بالريفلكتور، بما انه على مسافه لامدا اوفر 4 عمل لي توتال ريفلكشن. ملاحظ انه الدايركتيفيتي تاعي كانت 0، فصارت كل الدايركتيفيتي بجهه الماينس اكس. ولو كنت انا حاطط الريفلكتور هون كان العكس صحيح، والدايركتيفيتي كبرت، كانت 2.2 صارت 6.38. وهيدي فئته للريفلكتور، وهذا استعماله اجمالا للريفلكتور. Thank you for watching. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، بتمنى يلي استفاد يعمل لايك وسبسكرايب لماي شانل وشير. Thank you.